بسم الله الرحمن الرحيم. وأخيرا هذه رسالة أوجهها إلى المغنيين والمغنيات وإلى أصحاب القنوات وإلى عباد الدرهم والدينار والشهوات. أقول شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله. شبابنا يموتون على المعازف والألحان. روى لي أحد الثقات قائلا: شهدت حادثا شنيعا في يوم من الأيام القريبة الماضيات. سيارة مسرعة ارتطمت بعد تقلبها بشجرة من الشجرات، فاجتمع الناس من حول السيارة المنكوبة وكنت معهم، يعني صاحبي. وفي السيارة كان شاب لعله في آخر اللحظات من العمر، ولعله مع الموت في سكرات. كل من اقترب من السيارة وشاهد المنظر تأثر، والذي زاد الأثر والتأثر صوت الموسيقى المنبعث بقوة من مسجل السيارة. حاول البعض إسكاته وإطفاءه ولكنهم لم يستطيعوا. يقول: حتى قمت أنا بكسره بحجر وتم إسكاته. ثم أخذنا نردد على الشاب وهو في ساعة احتضاره: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقولها. حاولنا معه مرات ولكنه لم يستجب لنا، حتى فاضت روحه وتوقف قلبه وسكتت أنفاسه. وفي تلك اللحظة الحرجة، ساعة خروج الروح، في تلك اللحظة الحرجة انطلق صوت نفس الأغنية كانت في مسجل السيارة من جواله الذي كان في جيبه. انطلق صوت نفس الأغنية التي كانت في مسجل السيارة من جواله الذي كان في جيبه. فأخذ الناس حول السيارة يبكون ويرددون: إنا لله وإنا إليه راجعون. خانتهم الأغاني، غرتهم الأماني، وضحك عليهم الشيطان. شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله. شبابنا يموتون على المعازف والألحان. وصدق الرحمن حين قال للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال رجل لابن عباس: أفتني في الغناء، حلال هو أم حرام؟ فقال ابن عباس: لا أقول حلالا إلا ما أحل الله، ولا أقول حراما إلا ما حرم الله. لكن قل لي، يقول ابن عباس للرجل، لكن قل لي إذا اجتمع الحق والباطل يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل. فقال ابن عباس: اذهب فلقد أفتيت نفسك.